يهديك خير يطول عمرك يا ابو راشد. والله انه ما حد كذا عرف في يوم ميلادي الا اليوم انت. تسمع قريب يمكن في الكمبيوتر ولا شيء. تسمع طول عمرك ولا الحين ما نسوي اعياد ميلاد؟ اكيد ما مخلفه عليك. لا ولا مخلفه عليك. ما مخلفه عليك. يا غير هذا من خاطرك انت. نعم. وانت ذكرت الناس العرب عندي الحين داخل 72 سنه. نعم الحين داخل 72 طولت عمرك. انفقت على عمرك. ويعلي هم بلا كذي يقول 1 2 3 ولا بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الله يبارك لك حياتك ويعلي عمرك طويل يا الله يبارك لك حياتك. يكون كم؟ 100 سنة إن شاء الله. نحن ود وإن شاء الله ود كذلك. الله يمد بحياتك وحياة شيوخنا طولة عمره. آمين. طولة عمر سعيد. الحج إذا الله خير. تسمع أبو راشد وأنا جاي وياك السيارة تصدق إني وياك يضحك يا رب مفاجأة سواها لك. بون كريم خلف عليه كريم سبلة هذا تنفسك من كرامتك ولا حد قايل لك. وانا ما عاد ما عندك خبر. لا ما عندي خبر. سويت لي مفاجأة. وانا يا ابو فهد سعادة الدكتور قاسم عبيد ها صاحب قناة اهل الدار والله اني ما عندي خبر ولا نبيني ولا نبيني كيك ولا ادري انا باليوم هذا انا عيد ميلادي ولا غيره. والله ما راح تستاهل. مرة من المرات قبل سنتين او ثلاث لقيت يا حمد في ديته اللي جابت لي كيك وجابت لي شو اسمه طول عمرها حلاوي جابت لي عطر. قلت شو ماله هذا ابوي كانت اليوم عيد ميلاد. قلت الله ما عندنا عيد ميلاد. انا والد من الزبار. قلت ما عليك هذا ذكرى وتاريخ. هذا الحين العرب يسوون. قلت يسوون هم نحن في زماننا لا ما لنا عوايد بهذا الشيء ولا نسوي هالعيد ميلاد. لكن الحين طول عمرك حسب التطور خلق الله قام يسوون. نعم لكن اكثر لي حق الصغار يجي. اكيد انت الحين خليتني صغير. صغر عمري ابوي 72 درجه الحين. ما قلت ما يبنى الدبدوب. والله نسينا يبنى الدبدوب. الله اقول الدبدوب لو ما جاب الباسه الكبرى موجود. الكبرى موجود. طول عمرك الدكتور الدبدوب الباسه موجود قدامك. ويعني هم بلاكم اي الله وجهك بالعافيه ذمتي علم وعقلك يا دكتور. جزاك الله بخير. الله يحفظك. هذه من صغاره نفسك ومن كرمك الجاي. بارك الله. قالوا حكم الطي كريم. قلنا زايد طلع اكرم الاكرمين. ومن ثم انت والزايد ونحن كلنا عيال زايد ماخذين الكرم من زايد وعياله. رحمه الله يرحم زايد وطوله عمر عياله رئيس الدوله ابو خالد. لا عاد والله يحييك عاد ما تمشي اخطاء. تسلم من سرت لين جيت. الله يحفظك. يا مرحبا يا مرحبا يا مرحبا. اي اللي هم بلاك الله يطول عمري. الكيكه كيكتك وانت ما قصرت جبتها. الحين بدل ما انا اقص الكيك انت تقطع الكيك. لا طال عمرك. المضيف هو اللي يقص الكيك. كذي مرحبا 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 الحلوه. مرحبا بالضيف والمضيف والدراع البتار. بارك الله. تعزم ما تنعزم. طول عمرك. بارك الله. يا مرحبا بك في بيتك وبين اهلك واحبابك. الله اكبر. كذي يسوون. نعم. بعد كذي ايه واش كذي ما شاء الله. ويعليهم بلاك ويحطونا بالصحن. اكيد. ويعليهم بلاك. خضرة تحت ما شاء الله. يعلي هبنا ما شاء الله. الله لا يجلك. بديت روحك. هذا يا عمي هاي نصيب الطالع. هذا من نصيب يا الاولي. راعي الاولي. وانت راعي الاولي. مستويت راعي الاولي. صغيرونه تدري. لا 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 حط لك فواكه. حط لك فواكه. تلك الطيبه اللي هي ابنها انت. الله يعزك. نعم عزك الله. الله يرفع شانك ومقامك. يا مرحبا. عد السحاب وعد الترى. شو انت حلقتي اللي بغت يوز لي الحربة بالغاز. يا عيني خذتك بالتعبيد. غربة بالتعبيد خذتك. نعم لا يجيبها يجيبها بالتعبيد. هي هي بالتعبيد. بريبها بريبها. العزمها عزمها. العزمها حق سعادة الدكتور. ما شل لهم خل لهم 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 حداهم ودي يشلون الزغم يشلون. لا ما علي حق الفهد ولا براجد يحتبل فيني. يا علي هم لا يحتبل فيني. قال عيالك ما ذكروني. ذكرني براشد. بدي لانك انت ابوك مخلف ومولف. واللي مخلف منك وشروات ما ينسى رباعته في الحلوه والمره. تسمع تعرف. لكن نحن ودي اني نحن نجيك بعرس عيالك ونحضر عرس وان شاء الله والله يبعد عنك والحزن. دوم دارنا فرح افرح. دوم هذه دار الفرح ودار الوناسه ودار السعاده. الله يحفظك. ترى قالوا شيوخنا
هذي دار الشعب دار الشعب شعب أسعد شعب الحمد لله والحمد لله احنا مناخذين منهم طالع ناخذ منهم ونشوف شو يسوون واحنا نقلب لابد نعم هم البركه هم البركه طالع ولا نستفيد منهم ونتعلم نعم هم ولا تلهم رئيس الدوله ونايبينه والحكام الله يطول عمرك الله فيهم واللي عهد خالد طول عمرك كله هذول نحن نمشي على شوره وعلى مره على المستقيم مثل ما يوصفون نحن نمشي وياهم الله اكبر وهذا الخير من عند منهم ولا منهم الحمد لله قال الشاعر يقول نعم قلت انا جيبي هو فاضي جيبي مفول من فضل اللي فكك ديونه ها نعم. زايد اللي ماخذ الاول وكل الخليج وشعبه يحبونه يحبونه عقلته ايام ما فك 600 سجين اللي في كانوا السجن ايام ما فك 600 ولا 6000 سد ديونهم كلهم سد ديونهم كلهم اليوم الشيخ محمد سد ديون المدارس كلهم والله يطول في عمره والله زين سوالف وخالد بيت عمره ولد زايد اي والله عليهم ديون كلهم سدد ان شاء الله اي والله هاي زين حق الناس المقيمين في الدول وللمواطنين بلاش الله يطول اعمارهم دراسه بلاش عندنا الحمد لله حق المواطنين كلهم المقيمين بعد لهم يا فرحتهم حق عيالهم شوف انت بالله عليك يوم يوم عظيم هذا نعم الحمد لله تاريخ والله هذا هذا رمضان شهر مبروك نعم. شهر كريم شهر الخير شهر الاحسان هم يبدون حق البعيد وين مكانات البعيده صح. الله يطول عمارهم وحتى هالقريب تسمع طعمك هذول اللي بعيالهم بعد هني في الدار الغربة هي ولهم هذا الدار نعم. كلهم عيالهم طول عمرهم الحمد لله الله يعطيهم العافيه الله يفعل عيال زايد اكيد نعم اي قبل ابو خالد الله يطول في عمره كان خليفه ابو سلطان الله يطول في عمره عمر عياله شوف ما قصروا هم خرف زايد وخرف زايد كل واحد احسن من الثاني الله يطول اعماره ما حد احسن لعند من حد كله ما شاء الله الطيب فيه والكرم فيه والاخلاق فيه والعادات فيه نعم في ذمه يعني عمره من قليل بحق طالع من فوق بس وناسه وسوالف وضحك الله يبارك فيك جزاك الله خير تذكر الناس طال عمرك ان اليوم عيد يعني نقول عيد ميلاد علي التميمي شهرنا الفاضل قبل العايده على شهر رمضان العام انت بخير يعني تسبق الاحداث وبارك الله طول عمرك يعني الاول يقول يوم يجي الطارش يوم يجي واحد ولد ولا شيء ضيف قالوا ياكم الضيف الضيف من هو الطارش الطارش ويا ياكم ضيف من هو الضيف الحاصل الحاصل ولا طاع عمرك الياريه اسمه للحاصل حاصل والياريه اما الولد اسمه الطارش فانت الحين يجي طارش ولا طرش وقطعوا سرية في حد السنة 1954 يا غير عاد ما ادري كم عملية بالبركة 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 شكرا جزيلا على الاستضافة الطيبة ابو فهد بمناسبة قرب عيد الفطر السعيد وانا اشكرك مرة اخرى على الاستضافة بارك الله فيك الله يطول عمرك اي استضافة طال عمرك انت هذا بيتك تسمع انت راعي المكان ونحن الضيوف بغيت نجلس نجلس بغيت نسير بنسير الله يبارك بالبيت انت طول عمرك تعزم ما تنعزم انا ما عزمك انت تعزم الناس في بيتي وهذا بيتك بيت اخوك تسمع عمرك وانا اشكرك على الهديه هذه وعلى التكريم هذا ودومك وافي ومقدر العرب كلها مو بالله بس انا تسمع عمرك وانت مخلب عليك اليود والصخة كريم سامنا يا طويل بارك ومشكور على الهدية وجزاك الله بخير تسمع وهذه نعتبرها أحلى وأغلى عيدية في المدينة وطال عمرك ومناسبة اليوم اللي هو 4/4/2024 مناسبة يعني احنا ما نقول عيد ميلادك ولكنه سنة ميلادك يوم ولادتي يوم ولادتك وزيارتك الطيبة الله يحفظك الله يعزك أمورك وافي أنت اللي ما نسيت وتذكرت ولا نحن ولا ناسي بارك الله نعم لأن الحين هذا الشيء العيد ميلاد مو مخلف علينا لكن انت سويت لي مفاجأة الحين الوقت هذا العويلين يسوون عيد ميلاد طبعا نحن كبار السن لا لكن انت جزاك الله خير ذكرتني باليوم هذا اليوم ميلادك اللي والد فيه نعم يوم ميلادك الله يبارك الله مرحبا اليوم نحن استضافة فنان القدير علي التميمي في منزله العامر وبمناسبة تهنئته بقرب عيد الفطر السعيد وكذلك مع المستشار والدكتور جاسم عبيد رئيس قناة أهل الدار ومؤسس هذه القناة التراثية في دولة الإمارات الله يسعدك نشكرك على
هذه الهدايا اللي تهدينا اياها اسمها هديه العيد. هذه اسمها هذه هديه وهديه اخوي الدكتور جابر عليك. جزاك الله الخير ان شاء الله على ميزان حسناتك. بارك الله كل شيء وكل حول انت بخير ان شاء الله. يا انت بنت ما ثلت وانت كريم شابنا يا ابو الشهاده فيك مجروحه. الله يحفظكم. مشكورين مشكورين.